مستمعينا أهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج أسهم واتجاهات، معكم مي مصطفى، ومعي على الهاتف الأستاذ منتصر مدبولي رئيس قسم التحليل الفني بشركة جي بي تريد. أهلا بك معنا أستاذ منتصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ منتصر، معنا بعض طلبات المستمعين لتحليل بعض الأسهم، ونبدأ بسهم النساجون الشرقيون، هو أغلق في المنطقة الحمراء اليوم، فما هو تحليلك لأداء السهم وما هي توصياتك بشأنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبة للنساجون السهم من بعد ما أتم عملية التجزئة بدأ في التعرض لضغط بيعي، لأنه فقد أو استهلك خبر إيجابي. السهم في الأساس كان في قمة أو بيكونها، لذلك برأيي أن جني الأرباح للمضارب والمستثمر القصير الأجل كان واجد في المناطق دي. شايف أن المناطق دي مناطق إغلاق مراكز للمضارب حتى مستويات 15 جنيه. أما المستثمر المتوسط الأجل فأنا شايف أن ده ممكن يحتفظ بشرط على انكسر 13 جنيه للأسف. نعم. السهم الثاني معنا هو سهم طلعت مصطفى، وأغلق أيضا في المنطقة الحمراء، فما هو تحليلك لأداء السهم وما هي توصيتك بشأنه؟ طلعت مصطفى من الأسهم اللي نجحت في الارتفاع لمستويات سعرية جديدة. السهم حاليا بيتداول عند أعلى مستوى دي من مارس 2008، اللي قربنا من أعلى مستوى من 6 سنين. بيقترب حاليا منطقة مقاومة تاريخية بين 12 وبين 15 جنيه. يمكن منطقة سعرية هتكون ميجور ريزيستنس. المنطقة دي اللي حصل فيها الاختيار قبل كده، لذلك بتوقع انه يحصل ضغط بيعي نتيجة ان الناس لأول مرة هتشوف فلوسها من 6 سنين. الناس اللي كانت مكتتبة وما عملتش ستوب لوس، او الناس اللي كتبت واحتفظت وسابت السهم ينزل وبعد كده يطلع بيهم، اعتقد انه اول ما يبتدوا يشوفوا فلوسهم هيحصل ضغط بيعي في الليفلز دي. شايف ان الضغط البيعي ده هيكون لفتره مؤقته، مثلا ممكن اقول لغايه الربع الاول، لغايه انتهاء الربع الاول اللي هو ممكن نشوف شهر فبراير وشهر مارس. السهم ان شاء الله قادر ان هو يخترق على الميديوم تيرم مستويات ال 15 جنيه نتيجه ان هو شغال في اب ترند او بيتحرك في اتجاه صاعد. ده بالنسبه للشكل اوفرول بصفه عامه. لكن لو بنتكلم على الجزء بتاع التريدنج فعلى الشورت تيرم، فانا ممكن اقول ان احنا ممكن السهم يشترى عند 10.5 11 جنيه، ويبدأ في أو المستثمر يبدأ في البيع بداية من 12 جنيه وحتى 13 جنيه. الستوب لوس هيكون بخفف في 10 جنيه. نعم. أستاذ منتصر، السهم الثالث معنا هو سهم العبوات الطبية، أغلق أيضا في المنطقة الحمراء، فما هو تحليلك لأداء السهم وما هي توصياتك بشأنه؟ العبوات الطبية كان إيجابي جدا في آخر جلساته. السهم اخترق خط الاتجاه الهابط المتكون على الميديوم تيرم بأحجام تداول مرتفعة جدا، يمكن نقدر نوصفها إنها إكستريم فوليوم. بعتقد إن شاء الله استمرار تداول السهم فوق مستويات البنفلات هيأهله المزيد من الصعود على الشورت تيرم. التارجت بتاعتنا هتكون عند 1.15 ثم 1.30. إذا كان في نصيحة ممكن نقدمها للمستثمر إن هو يبدأ في الشراء أو يبدأ في كل مراكز مع خوض انخفاض هيحصل في السهم وحتى مستويات 95 قرش. شايف إن لو قدر يعني أي مستثمر يبدأ يفتح بوزيشن في المراكز دي إن ينتظر بالبوزيشن بجني الأرباح عند المستويات أو عند التارجت اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي 1.15 ثم 1.30. مهم جدا لا قدر الله لو السهم نزل لتحت 90 قرش حامل السهم يبدأ في تفعيل الستوب لوس. نعم. السهم الرابع معنا هو سهم المصرية للاتصالات، ما هو تحليلك لأداء السهم وما هي نصائحك لحامليه؟ المصرية للاتصالات هو للأسف مربوط مؤخرا أو يعني بقاله فترة كبيرة، مثلا 6 شهور ولا يمكن أكتر شوية، بأخبار الرخصة الرابعة. السهم لا زال متمسك بالتداول حول قاعه السابق الموصل في مستويات 12 جنيه. حاليا السهم اندر بيرفورمانس في الماركت، عنده مقاومه سنويه عند 12 جنيه ونص. شايف ان هو مش يقدر يطلع حتى على الشورت تيرم لما يكسر المقاومه دي باحجام تداول مرتفعه شويه. ان شاء الله في حاله تخطي المقاومه دي او في حاله كسرها هيكون التارجت بتاعتنا 13 جنيه ونص ثم 14 جنيه ونص. شايف ان شاء الله ان هي ممكن خلال اول 10 ايام من شهر فبراير ممكن يحصل كسر للمقاومه دي.
شايف ان المستويات دي هي مستويات كويسه لفتح المراكز الشرائيه مع تطبيق ايقاف الخساره في حاله كسر ال 11 جنيه ونص ده. نعم. السهم الخامس والأخير معنا هو سهم سيدي كرير، أغلق في المنطقة الحمراء، فما هو تحليلك لأداء السهم وما هي توصياتك بشأنه؟ سيدي كرير هو أشبه بالمصرية بالظبط، هو برضو السهم يتداول عند القاع اللي هو اتكون بعد الكوريكشن. السهم برضو أندر بيرفورمانس الماركت، ما استجابش لأي صعود حصل خلال جلسة اللي فاتت. السوق عندنا طلع من مستويات 8800 نقطة، النهارده كان بي يعني او في الجلسه اللي فاتت قرب من مستويات ال 10000 نقطه. السهم ما تاثرش بالصعود ده خالص، لازال متمسك بالمستويات بتاعت ال 15 جنيه، ويمكن ده ممكن نقول ان هو من اسبابه الاضطرابات في اسعار البترول او الانخفاض اللي حصل في اسعار برميل النفط. على الرغم ان السهم مش بيستجيب للصعود، الا ان شايفه ان شاء الله مؤهل برضه، يعني مؤهل لصعود قادم نحو مستويات 16 جنيه ثم 17 جنيه. برضه هيكون ده متوقع ان هو يكون في نص شهر فبراير، في النص الثاني من شهر فبراير. لو في نصيحه ممكن نقدر نديها للمستثمر، ان هو يبدا في فتح مراكز شرائيه عند مستويات ال 15 جنيه وينتظر لتحقيق التارجت اللي احنا اتكلمنا عليها، والستوب لوس هيكون كسر ال 14 جنيه ده. نعم. ختاما الأستاذ منتصر مدبولي رئيس قسم التحليل الفني بشركة جي بي تريد، نشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفا علينا في راديو مباشر. شكرا جدا. شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه حلقة اليوم من برنامج أسهم واتجاهات. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني مباشر.info، ولمزيد من تحليل الأسهم يمكنكم إرسال أسهمكم المفضلة على radio@mubashir.info. تحياتي مي مصطفى، وإلى اللقاء.